نفس، خد نفس، نفس هوا مو ارجيله. كبه كمان، كبه قولي سطح. في وجع هون؟ قبل ما كان في هلا في. هون؟ قبل ما في هلا في. قليب شو؟ قليب. ليه؟ مشان اعطيك ابره. قلبني قلبني. ضرورية الابره دكتور؟ يا طبعا ضرورية. شفتوا شاطر هالدكتور؟ فيها العافية. شو دكتور؟ طمنا. ما بقدر أقول شيء قبل ما يعمل التحاليل. تحاليل إيش دكتور؟ راح بكتب لك إياهن بروشيتا. شو التوقعات دكتور؟ طمنا. التوقعات كتيرة. أنا بظن منتخبنا رح يخسر المباراة. أولا هدنك عندهم مدرب أجنبي، بعدين يا أخي عم ينفت عليهم عملة. مو بالنسبة للبطولة دكتور، بالنسبة لمديع. بعد التحاليل منشوف. مو فطبول الشغلة يضرب الواحد مندل. هدنك عندهم خطة. شوف ابي على الكسرة، يعلو صوته بشوي. يا عمي ودكتو صار ساعة ما فهمت عن هون شي. ما عليك يا بديع، هي أول مرة يا ترى بتصير معه بحياته، ما شكى لأنه من شي. أمي أحلى يموت ومرته مسافرة. يبليكي بقتلك مثل البومة. لك ليش مثل؟ ليش مثل بومة؟ يا ترى شو أعمل؟ أكيد من هالبلاوي اللي عم يبيعوها بالسوق. أي بلاوي؟ شو بيعرفني؟ الواحد ما عاد يعرف لحمة شو عم يدو لحم يتسمم. اللحمة من اللي بدي ياكل لحمة؟ شو بيعرفني؟ مو ضروري لحمة، اكيد من شي تاني، بجوز من شي تاني. بجوز امي من الوقفة من تحت الشمس، طول نهاره تحت الشمس مثل الكلب السلاقي. لك منين الشمس؟ ليش عم تجي الشمس؟ المنخفض صار له شهر مدبق. عناتها من البرد. منين البرد؟ تروحي قتل! ما عم تقولي من المنخفض؟ لك امي منخفض البحر الاحمر، ما بجيب هوا بارد، بجيب هبات سخنة. ايوه. كل شيء الا ضربات الجزاء الترجيحيه، لانه الحكم مو مجنون. في شيء خطير دكتور؟ طمنا. ما بقدر اقول فول ليصير بالعدول، بعد التحاليل بنعرف. يعني شو الامراض المتوقعه تقريبا يعني؟ قلت لكم ما بقدر اجزم لحتى تصير النتائج بين ايدي. دكتور كثير شاطر، سلم دكتور سلمى فنجان قهوه، اعملي لنا قهوه، اعملي لنا قهوه مرت عمي. ساده. أنا عرفان شو معي، كلي حاسس حالي متوك وخربان. شي بتصير معي نغزة من هون، بقول الكلاوي الحمد لله الله فضل علي، تنتقل النغزة والوجع لهون، بتور علي ظهري، بقول الديسك، بقول إن لله وإنا إليه راجعون. مباشرة مثل الشنك بنتقل الوجع لهون، بقول الزايدة، بقول يا رب دخيل اسمك أنا دخيل كرمك. مباشرة بدي نفسي وبيطلع الوجع لهون وبتخونة خونة. أبول الشقيقة احترت احترت، مالي عطان شو معي؟ طول بالك طول بالك، بس خايف تعرفي شو؟ خايف انه يكون المرض معدي. لا تخاف اخي، لا تخاف لا تخاف، ما في علة وما انا دواء. انا اللي خايف منه مو العلة، اللي خايف منه الدواء. الصيدليات مليانة. ايه بس جيبتنا فضيانة. الله بيدبر ونعمة بالله، بس النوبة هلأ وهلأ ما معنا، ولبين ما نتدبر الأمر خايف إنه الكلوة تصير كلوتين، والدسك دسكين، والشقيقة شقيقتين، كأنه اسم مسلسلات ما، والزايدة زايدتين، وقس على ذلك مقاسي. خير 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 خير، دلق القهوة خير دكتور. عدم المؤاخذة دايمة صحة وهنا. وين وين قاعدين دكتور؟ معلش صار لازم نمشي، بالفوز إن شاء الله. إبرنا دكتور مثل ما بتريد. ما بصير احكي اماني الا تحكي. يا اخي في تسعيره مكتوبه بالعياده، ليش بس الواحد يجي لعندي ما بشوفها؟ والله ضروري يعني تناوروا وتراوغوا وتسجلوا جول علي. طيب قديش التسعيره؟
إذا قلنا فحص سريري وروشيتا وإبرة 250 ليرة. مرت عمي معك 50 ليرة؟ ولا فرنك. نصحك ينقلع نابي. كل إلى عينك روح. دكتور معي 200 ورقة، بيمشي الحال بعطيك ب50 ورقة شي عيني. إذا ما في بناخذ، شو عليه؟ هدول جوزين جرابات، اشتريتهم ب50 ورقة مع المراعاة. هات، مو ناقص غير ناخذ بيض كمان، لا تتأخروا بالتحاليل. بيفهم هالدكتور. إيه تعال. لك حار وجار وراح جاب لي ابهدل دكتور. يا امي بيكون ما لقى غيره فاتح. لك ما في دكتور بيسكر قبل الساعة 10 صاروا كتار. لك بتقبي حجر بتلاقيها مهندس يا دكتور، ناطرين زبون من الغيمة. ابو كل هالقد اللي بسمعك بيقول صار عدد الدكاترة عنا أكثر من عدد السكان. لك المهندسين والدكاترة صاروا كتار، كلهم طحشوا على هالمهنتين، ما لقوا غيرهم، تقولي ما في غيرها مصلحة بهالبلد. امي مصلحة مربحة. كاني هلأ لا كانوا يتعنقوا ويشوفوا حالهم يقولوا ابننا دكتور مهندس، هلا صاروا يستحوا يقولوها. شاطر هالدكتور. المهم هلا مرت عمي منين ندبر مصاري مشان التحاليل؟ عم بعيونك العمى، منين جبت لي هالدكتور المبهدل هاد؟ شافنا لايبين استحى يسامحنا ب50 ليرة. انا قلت لحالي داخلية نسائية اطفال بيكون متواضع، اطلع ها ها زمان مو قبضان فرنك. المهم هلا بديع لازم نعمل له التحاليل اللي بعده. انا حطيت ال 200 ليره يلي حيلتي لي ذلك، لا حدا بقى يطلب مني شيء بنوب. امي انت بنوب بفلسه؟ معي 60 ليره اعطيتهم لابو طمزه. ومن امتى كنت تعطي مصاري لابو طمزه؟ راح لعند اخته، مو حلوه يفوت وايده فاضيه ياخذ لغرضين. امي امشي وشوف بديع اذا معه مصاري. امشي. يا شقيقه قديش معك مصاري ماما؟ 15 ليرة. ومرتك قديش مصمدة؟ ال 15 ليرة هن بذاتهم، قضيتهم معها أجر أجير، رايحة تزور بنت خالتها. قالت لي برجع، أنا وراجعة بمر عنبك بجيب لك معي هريسي. شفيق، نطلع عند أمها يرضى عليك، تعي بعثت لك قتلها، مثل الكينجا، نط يعني روح لعندها جيب لنا منها قرشين. معناها نطي أنت لعندها جيب لنا منها قرشين؟ أنا نطيت الصبح، حلفت لي 100 يمين و100 عظيم إنه ما معها، بركي بتشوف هالطول. اللي مثل الحورة بتعطيك قرشين بتستحي على حالها. ما بدنا امهاني بلاها. قومي انت اختي غادة الله يرضى عليكي، نطي لعند عمي ابو مرتي ابو جدعان جيبي لنا منه شي 500 ليره. قومي اخي بديع، هلا وين بدك يعني قوم نط لك دور لك على عمك ابو مرتك عمك ابو جدعان؟ هلا بيكون بالجوله شيتو. جوله؟ معناته هون بالحاره، انا بجيبه. شلون بدك تجيبه وانت متلقح هون بالفرشه؟ راح ورجيك شلون نجيبه. شو هاد شو صار؟ هذا عمي ابو مرتي ابو جدعان عامل كمين للكلب سمع انباح قام قوص. العمى بعيونه شو بيقوص على السماع ما بيسدد؟ الكلب اسود ما مبين بالعتمه. ضروري تنبح لون، نحن حق التحاليل ما معنا نحط، منين بدنا نحط حق طلعتان؟ امي انا نبحت مشان يجي. لك انا مو كره فيه، ما بيتامل له طالما حامل على كتفه هالميم كان. امي شو هاي الميم كان؟ مضاد كلاب. معقول فات لهو؟ لعبة هلا بشلخهم تشليخ، ان شاء الله يكونوا مسكرين على حالهم الابواب. هذا مو صوت اشعاري، شو مربين كلب شمعة بالبيت؟ الصوت من عنكم؟ اقول مساء الخير بالاول. قالوا خير انشغل بالي. عمي نحن كنا عم نعوي، قال لنا بتجي على الصوت.
والكنت ممكن كان هو عم بيعوي. شو بدكم فيني؟ هذا يا سيدي ملا انت صهرك مريض. عضلت ال... لا ما بنعرف نحن شو مرضه، بس نحن ما معنا حق التحاليل، ما معنا مصاري. هاتي بكره بنعمل له التحاليل بمستوصف البلديه. ما بنقدر ننتظر لبكره لحتى تعمل له التحاليل بمستوصف البلديه، بجوز تجيني كريزه اليوم. هلا معك ولا ما معك؟ بالبيت معي، هون ما معي، هلا بقوس الكلب وبروح بجيب له. عمي ما بصير تروح تجيب له قبل ما تقوس الكلب؟ لك عمو صار يشكوا فيني انه عم بسرق الخرطوش من كتر ما عم قوس وما عم صيبه. يعني اليوم بدك تصيبه؟ هلا صار ترمو بركي باغته وما بيلحق يهرب. شقيقات بدي اكل. انا ما رح تنضل بلا اكل. لك شو عم صار؟ التحليل لازم تعملهم عن ريق. ليه صغيره ما بيأثر؟ لا بيأثر، ولا بدك انا نعيد التحليل من اول وجديد؟ صارت تساعد عاد. ان شاء الله تصير 20 المخبر فاتح. انت ما بدك يعني ما اكل مشان التحليل، بدك تقش الطاوله كلها. انا ما يعدي من اكل، بعدين الاكل بكفيني انا وياك، انت لازم تعمل التحليل عن ريق، لك هيك عند الدكتور. شو صار معك؟ شو صار معي؟ ما حدا رد يديني ولا فرنك. لك يا اخي انت دباؤهم، دباؤهم هيك دغري بدك اياهم يعطوك مصاري. لك شو دباؤهم؟ ثلاثة أربعة من بيناتهم بوسلهم لديهم ما في فائدة. يا لطيف، شوفوا الناس شوفوا. قال الصديق عنده الضيق. أنا صديق ما صديق، كلهم أضرب منا، بعدين أبو نزيه لك صار له جمعة ما عم يشوف بعيونه، والعملية تبعه بتوقف على 1500 ليرة ما عم يقدر يظبطه. السلام عليكم. عليكم السلام. طمني شو صار معك؟ شو بده يصير معي؟ يا ريتني ما رحت هالروح. اتبهدل عمك ابو مرتك عم شد عم من ورا هالروح. شو صار معه؟ مو طلع كذاب ما معه مصاري بالبيت. رحنا انا وياه على البلديه مشان يطلب سلفه. قالوا له على شو؟ اصلا هالراتب اللي عم تاخده حرام وضيعانه فيك، وقلعونا تقليعه الكلاب اللي عم يقوصا. العمى بقلبه ليش شو عم يعطوه راتب من جيبة ابوه؟ مو بس هيك، قالوا له انت ما خليته لا خرطوش بالبلديه، ومن سنه لهلا ما اصطدت ولا كلب. وشلون بدك يا يصطاد اذا عم يعطوه الخرطوش المفشفش وياخذوا الخرطوش الاصلي على الصيد؟ لا يا ليش عمي ما مميز بين الخرطوش الاصلي والخرطوش المفشفش؟ بيميز بس مطنش. طب ليش عم بيقوس ما دام بيعرف انه مفشفش؟ طوال عمره بيقوس تخويف، ما بده يحط كلاب برقبته. صعي شكله مثل الضبع بس هو حنون. ماشيين اكثر من 10 كيلو متر، لو كانوا مفاصلك من بولاد خلوهم يتعبوا. ما عاد فيني، ما عاد قدر. امي ما صفي غير اربع امتار. يا شحطيني شحط، يا جيبي لي الكرسي لهون. شفيق شوفي شوفي خيلك يا شفيق، تعال تعال ساعدني نشحط امي لجوا. تشحطيني؟ لك امي مو انتي قلتي. انا بقول على حالي معليشي، بس بنتي تقول تشحطيني ما بصير. عيب تحكي مع ماما هيك. لا تؤاخذيني. هلا انت شو بدك مرت عمي؟ شحطني. هاتي ايدي كوت اخذك على غرفتك. يا شوفي يوحسنك حدوة شحطني. تعي تعي اخذك على الكرسي لهون احسن. شوفي لا اله الا الله. هاتي ايدك الثانية. مخشبة مخشبة مرت عمي من البرد. هادي هون منيح منيح هون. مفاصلي عم تزقزق. تقول مصطيع. بدك تزيد مرت عمي. هذا من قلة المشي. لا ما من قلة المشي، من السن من السن. السن له حقه. يجعلك عظمي بين اسنان الكلبة. شو دخل السن؟ لك عم شو؟ من التعتير. لا مو من التعتير، هل انا مفاصلي ما فيها شيء. دخل شلون ما دخل؟ بالشتاء منخزن برد، تقول فاتحين بعضامنا مستودع. لا مازوت منحسن نقوي الصوبيا، ولا خوف منقدر نلبس، ولا ازاز مكسور منقدر نغير. ومن ورا البرد بيركبنا الروماتيزم. تروح عينك شفيق، تعال خشبتنا.
ما بدي هون منيح. معلش احكي لي من عندك، من على الاستشعار عن بعد احكي لي شو صار معي. فتلت البلد من اقصاها لاقصاها، ما حصلت على فرانك اللي هو فرانك. نحلي رحت معه، كانت رجعت زحف. يلي بيسمعك بيقول حملتيني على كتافك. خلاص خلاص، قوم بدوعة، قوم بدعي، خليني اخذك على المستشفى، بعرف واحد بيعمل تحاليل ببلاش. وليش ما حكيت من الاول؟ ضروري تعذبنا. شو عم تساوي؟ رجعت متاكلت لبن. لك ليش تركته ياكل لبن؟ ليش انا شفته انا؟ بعدين انا قلت له التحليل على الريق. ليش هيك طالع مثل الطرزان؟ وين كنستك بهالبرد؟ بعتها. قديش بعتها؟ 25 ليرة. 25 الله لا يعطيك العافية. لك الله يصف عمري، أنا عم ضحي وعم بتنا من بردي مشان يتعالجنا. إن شاء الله إلهي بموت بالشدة وتتلبك فيني، ما بتلاقي يرد تدفنيني. حقي. تفضل، إيدك لا تمدها. لقمة واحدة بس. ما بيصير. هلا بدك تعمل تحاليل، ما بصير تاكل هلا جوا بالمطبخ، غدرتنا وحوست لبن. تحاليل ايش؟ ما بنعرف، بس معنا ورقه كتب لنا اياها الدكتور، دكتور كثير شاطر. شو مكتوب فيها؟ الله اعلم. شي يعني ضروري امرض هلا انا وقت العوامه؟ انا باخذ عني وعندك، روح. وين وين عرفيك؟ وين عرفيك؟ شو عوامي؟ عوامي فواشات هي لقمه القاضي اسمها. مد ايدك مد. كنت عالم عم تاكل مثل اكابر مثل ايدك. لا لي اكابر ولا شيء، طلعت من حاله الاكابر وقت ما كنت صغير، بس شو بدك تكفيكم انت ما شاء الله جوا عندك عشيره. انا ما بطعميهم للنسواني مشان ما يسمنوا. لو كان عبيهم. مصير. ولا لا خذهم كلهم. احسن ما نكبوا. انا ما قتلي الفواشات، روح اكل لقمه القاضي وحاسب القاضي. أبوك يا الفواشة. أوه القطة. كتي معلش بالنص. جبري المنشفة. ما شفت الوش ولا الاجري؟ انت شو رايك؟ رايي مثل رايك. يعني مالك راي؟ لا عندي لي راي بس مو بالمنشفة. تروحي دبح، تروحي شخت. اذا انا حاطه اجري بالمي ما شفت شو بدي؟ ما شفت الاجرين. ها عرفتي انا حالك. ايه امي انا بعرف بس قلت لحالي بركي بدك تغسلي وشك فرد مره. بس تكوني مو عرفانه بتجيبي المنشفتي. لا السؤال عيب يعني. ايه اذا كان غبي. شو اكل؟ ماني اكل شيء. لك بتعرف دراسك خربانه، ليش تاكل عوامه؟ مين قال لك انه انا اكل عوامه؟ محسسات. بلا حساسات بلا مخلوق، اذا ما عندك دليل ملموس وقاطع ما بصير تتهميني. لك شو هاد الملزق فيك من ورا؟ مو كيس عوامه؟ مو كيس؟ يمكن هذا وقت قعدت على الكومدينه عم دور على الحبوب. قومي غدا قومي جيبي له حبوب وجع دراس من عندك لابو طمزي. على عيني امي. انا مو كثير اكلت كلهم فواشتي. لك انا مو مشان العوامه بس بعرفك كذاب كذاب. كذبه بيضة. بتعرفها انت انه مو بيضة. هلا اذا بدك تصلح اسنانك بدك اكثر من 20,000. انا ما حصلحهم بدي حقلعهم. فلنفرض جدلان انك بدك تقلعهم بدك على كرد الدرس 300 ابصر شو بيطلع عليك هذيك الحسبه. انا بقلعهم بالجمله. أبوك يا الحلويات، أبوك يا الحلويات.
عليك شبان. خردقوني خردق اخي، ما عاد روح يعني ما عاد روح، ما عاد روح. يقطعوني الواح صابوني، يبرشوني برش الصابوني، يطحنوني ويسفوني، ما عاد روح على المستشفى. ايه طول بالك، ايش بدك العجينة دغري تلزق من اول خطة؟ ما سمعت الدكتور الشاطر شو قال بعدين؟ لازم تراوغ وتناور وتقلب دبل كيك وبعدين تشوط الطابة وتدخل جول وتفوز بالبطولة. اخي ما بدي فوز بالبطولة، ان شاء الله بتقلب معدتك انت وياهم، ما بدي فوز بالبطولة. هدول ما بدهم مريض يعالجوه، بدهم مريض يشحنوا عليه. ما بدي. لك شبك ليش صوتك طالع؟ ما بشي، قول وما قول، ما بدي اروح على المستشفى. شو اجباري؟ شو المستشفى اللي رحت عليها ما فيها شيء شغال؟ الايكو عطلان تبع التصوير الاشعه، ما في افلام له بنو تبع تخفيض الكرسي، قعدت عليه في ماسكوري كرسي تعذيب كهربائي. ارتفع شو عم تساوي له؟ عم ساوي له شيء واقع فوقي. اتركيه. اهلين وسهلين منى، تفضلي. معلش انا ما بشرب قهوه. ما بصير، سويتها مشاني. بخاف اسود لانه كرمالي اشربي. معلش انا بعدين بيجي. لك وين راحه منى؟ لقدي مستانسين. حديث عائلي، خليني اروح. ايه معلش، مع السلامه. سلميلي على ضررك. ايه تروحي قتل شو سائله. امي ضروري المسخره؟ هلا اربع نسوان مسخره ولا مو مسخره؟ ايه بس منال مغلوب على امره. ما علينا صهري، هلا دكتور اسنان شيتك صاحبك يعني بيراعينا اذا رحنا لعنده. ايه لك بيخصم لنا 50%. لا ما في داعي يخصم لنا. امي انا في عندي طريقه ببلاش. شو هي الطريقه؟ بنروح على كليه طب الاسنان، هنيك الطلاب امي بيبوسوا لك ايدك وش وقف على ما يصلحوا لك اسنانك. الطلاب شو فهموا بها الشغله؟ هي شغله الدكتور مو طلاب. ليش هلا الدكتور ما بيصير دكتور غير لحتى يستلم الشهاده يعني؟ ما طلبوا مني لحتى اعطيه. يعني اذا طلبوا بتعطي؟ حسب اللهجه وحسب الشخص. كيف يعني حسب الشخص؟ ما فهمت. يعني مو اي واحد منهم يجي يطلب مني بعطيه، لازم بوران تحديدا تجي لعند رجلي وتطلب بعطيه. ليش بوران؟ شو حنيت لايام الحب القديم؟ يا عم حب بدلك ببلد ما فيها ادويه مستورده. انا بس هيك حابب اتسلى. هي من يوم يومها بتطعنطز علي، انا هلا حقي اني اطعنطز عليها؟ حقي ولا مو حقي؟ حقك فيفو. روحي قولي له. ليش بعتها هي؟ عاملها مرسال هوا بيناتكم؟ كلي هوا، كلي للهوا كلي. فيفو ما تعصب مشاني. فشار بنص عينه، لو بتطق ركابي ما بطلب من عفيف. فيها شو فيها يا مرت عمي؟ فيها كتير، اسكت انت التاني، بتضل غشيم، إذا بضل كل عمره يسدني اللي سرقه مني ما بيخلص، كل يوم يعطيني 1000 ليرة بضل مديون إلي، أنا بدي روح أتدين منه. طيب تديني ولا تسدي، اعتبريه مستحق من دينك إله. أنا ما بطلب منه، هو بده يجي يعطيني لحاله. إيه أنا بطلب منه. ما بيعطيك، لازم خالتي بوران هي اللي تطلب. تنباعوا بالعزة كلياتكم، أنا شو قعدني بين النسوان؟ منى بتروحي بتفهمي عفيف تبعك، بتقلي له بوران ما رح تطلب منك ولا تحلم بهالشي بيوم من الأيام، لو بموت من جوعي، فهمتي؟ برافو عليك يا أمي، أنا مستعدة أشتغل من الصبح للمساء ولا خليك تتديني من هذا اللي اسمه عفيف. أنت بالذات ممنوع تشتغلي. ليش أمي؟ شو عيب المرة تشتغل يعني؟ انا ما بدي اياكي تشتغلين، انك غشيمه وشك ضحوكي من اول ما بتروحي على الشغل، كل شيء فيه رجال بيحوم حواليكي وبيحبرموا بفكروكي جاهزه. شو نسيتي المقصه دار بنتي؟ بعرفك انا هيك امي. لك ايه الروماتيزم بركبي، لا تخليه يوصل لقلبي. هلا انا شو اقول له لعفيف؟ ينقال اقوالك وقواله، وبتروحي بتقلي له مثل ما قلت لك انقلعي يلا. شو دخلني انا بس تفضلت 21 المنطقة الساحلية 25 الوسطى والشمالية والجزيرة 15 27 المناطق الشرقية والجادية 18 30 بالنسبة لكمية الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية والتي تركزت في النشرة الجوية. لك انتبه النشرة شو بدون يشعولها على شكل زخات رعدية. عشان كيف راحت علينا قديش نشرة حرارة بلندن؟ ايه اللي بيشوفك مهتم بفكرك كل يومين رايح جاي على لندن. لك الله يقصف عمري، هلا انت شدك مني. بديع بده يعمل تحاليل. بعرف اكيد بتعرف انه نحن ما معنا مصاري مشان التحاليل. انا اللي بعرف لازم بعلي شيء شغله. ليش في عنا هون شيء ينباع؟ طبعا التلفزيون
شو؟ لأنه ما بتطلع صورته غير في الظلام الزمهرير. بدامس لك دامس مع مين زمهرير ممهرير المهم بيعوا التلفزيون وخلص. وبيعش بده يشوف النشرة الجوية؟ أصلا ما بدي بيعه إلا مشان أتخلص أنا من هاي النشرة الجوية. أنت مزعج لغير النشرة الجوية. مشانك أنا مو مشاني. السنة ولا أجا منخفض رح تنجلد أنت مشاني. طيب هذا مين بده يشتري باخر عمره؟ مين بده يشتري؟ هي انا اشتريتك باخر عمرك. صحيح ما عندك مسلسلات بس بتعرض لك فيلم كل شهرين ثلاثه. يلا احسن من بلد. لك الله يصبحك. لك فهمنا فهمنا بقى فهمنا. ايه مرت عمي شو بتضل تتخانقوا؟ مرحبا. ما في شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جبت لك هريسه مرت عمي. ايه اياك يا رب. لا تاكل حلو طول الليل ما بتنيمني بعدين. مرت عمي وينو بديع؟ ضو الغرفه مو شاعي. ضلني انت مسافره مالك درياني. ليش شوفي مرت عمي ما تضلني شو صار لك؟ بلشنا بالشعير راح احكي لك. خلصي شبعوا فرجي عفيف. علاش اذا اجيت لهون تفرجت على النشره الجويه؟ لا ما في مشكله بس ايدك على 500 ليره. اجار النشره الجويه 500 ليره؟ لا بس النشره الجويه تبعك انا بعرفها. انت بتلزي بتتفرج على النشره الجويه والدعايات وما بتقوم لحتى يخلص المسلسل. بعرفك انا بعرفك. دخيلك انت وهالنشره الجويه شو عم يطلع منها هالسنه؟ ما قدروا يجيبوا ولا منخفض. خلص عمو ابو طم زهقت من طمس وحياتك من عليك الصوت. لا ما من علينا الصوت بصير بيسمع المسلسل. بيسمع شو رح نحط من جارتنا نحن؟ يحطوا حطابك قدامك. انا ما بعرف عيش واحد عم يتفرج علي من الشباك. شو علي يا عفيف؟ شو علي؟ الله يعذبني اللي معك يا جهنم. عجبكم التلفزيون؟ تفيتوا؟ تفينا. شعلينا التلفزيون. شعلي. انا كثير زعلان هلا. بيش بدي اتسلى انا هلا؟ لك شو عم تساوي؟ لا لك ليش هيك نسينا نعطيهم انطين؟ لك لا ما نسينا. شو دخلوا الانطين بالتلفزيون؟ لك هنشوف فائدة التلفزيون بلا انطين؟ يشتروا انطي بوران. ما حلوة هالحركات بحقنا. لك هي مو حركات. انا دفعت حقه 150 ليرة. احملنا افضل. تعالوا ابريم تعالوا. نطي علي يا حبيبي. ليك تفي بعدلك حد ما بطمسي. اتركني هلا وانت احملني. قال لي ليش انت عارفيني مطحون؟ ليش كثير عني علي؟ ليش كثير غلبي لك؟ عيب ليكم بقتلكم. لحظه لك عيب. روح وقتل. مرحبا اهلا. عفيف بيقول لكم التلفزيون ما كان له اونتين؟ كان له. مو داخل ضبط البيعه. وشلون بدنا نشوف بدون اونتين؟ اشتروا اونتين. بس انا بعرف انه مع التلفزيون بيجي الاونتين. معروفتك معروفتك معلوماتك ركيكه كثير. حبيبتي روحي انت. التلفزيون بيجي لحاله. اذا اجا توم بيجي تلفزيونين مو اونتين وتلفزيون. هلا عم تتمسخري بوران وانا مكسور عصي. ما عم بتمسخن. انت مكسور عصك انا انكسر وركي وانت قمانطين. روحي لعند عفيف اقلي له مثل ما قلنا لك. خليه يبعت حدا يفاوضنا غيرك. يبعت منال تفهم علينا ومنفهم عليها. روحي. يعني انا ما بفهم. لا تغيري بالكلام. عم تقلك علينا. انت لا بتفهمي علينا ولا بنفهم عليك. روحي ابعتي منال. طمزيت ابو طمزيت. شو قلت لك ابو طمزيت؟ فرطت زراره كله. لا تزعل وزراري كمان. لك هالنجداء هي تقلتها كبيره. ما بعرف على ايش شايفه حالها. ورافعه مناخيرها عم تشحدنا المرحبا شحاده. وشو عاد بقى ابوها اضرب من ابو منال كمان بحاويات الزباله؟ يا ريت على صندوق البويا. شو بو صندوق البويا؟ احسن من الحاويه. لك ما حدا ببويا عنده. واذا حدا بويا عنده ما بيعطيه مصاري. هذا اذا ما عمل له قتله. كل هالقتله واعطيه. لك عنده عله خبيثه. هذا كان يشتغل عند الدرك معود. هو عم يبوي هالصباط للزبون ما تلاقي له على غفله طلع له لبطه رجله وما عطوا اياها. مشان هيك شايفه عفيف شغله كبيره. قوم مفتاح انا مالي حسنانه. قولي يعني انا قادره افتح؟ يا بي انت اللي جبته لحالك. تروحينا. مرحبا عمي ابو طمزه. مرحبا خالتي بورا. اهلين منال.
هل بقلكن عفيف قديش بتبيعوا للانتين؟ قدي بيتفان؟ 50 ليرة. اوكي بعنا. اوه اولي ويني؟ تاني مرة قلي له للسيد عفيف ما يبعت حدا غيرك لانه نحن منتفاهم نحن وياكي، خاصة هاي السئيلة نجلاء. طعنتهم نجلاء تجيء بين صفائحها. يا اخالتي غوران، نجلاء طيبة كتير هبلة، بس هي ما بتعرف تتصرف مع العالم. انا ما راح اشتريها وعلقها بالحيط، طيبه مو طيبه شو فارقه معي، المهم تعرف تتعامل مع الناس. غوران لا تفوتي، لا تفوتي، انا مش بحملك. شو طمنا؟ الله يوفقه، بخوش لي بدني كله، ما خلى التحليل بالبلد الا ما سواني اياه. خير شو القصه؟ القصه انه كان بده اروح عنا بدي اشرح له كمان. اصلا مو سامن بدنا غير دكدة تضرب انت واللي سألك. مرحبا مرتي. طمني. الف ليرة كلفوا التحاليل يا لطيف شو جوعان. اي حدا ستيني جهنم، المهم التحاليل. شفيق وينه شفيق؟ خليه يدلني على الدكتور مشان اخذ له التحاليل. اعطاني رقمه للدكتور وهلا بنزل عند مهالي بيدحوا تليفون بجيبه لهم. مش هو عنده تليفون؟ لا مو هو، جاره الحمصاني اللي عنده تليفون. جوعان لأني مريض كتير كتير كتير. قديه؟ خيرات الله. ها خلينا نتعلم تاني مرة ما تخبص بالأكل بغيابي برات البيت. صحتين وهنم. ممتاز ممتاز، التحاليل كلها تمام وسجلنا عليهم 3-0. شو 3-0 ما 3-0 يا دكتور؟ عم بقول لك الوجع حبيسي حبيسي. بكرة الصبح بتروح بتعمل لي إيكو. إيكو؟ طيب دكتور ما بيمشي الحال بدون إيكو؟ أيام الدكتور العلامي راحت وراح معها التشخيص الخاطئ، هلأ كل شيء عم يعتمد على التحاليل وعلى النتائج الملموسة، بعدين هاي مو فوتبول يضرب مندل الواحد. ماشي لا تعصب دكتور، لا تعصب مثل ما بدك. شو بدنا نسوي بديعة؟ عبدنا لله لازم نعمل إيكو. قد إيه بكلف دكتور؟ 250. هلأ أنت ما بتعرف تحدد لنا العلة غير جلطنا كلياتنا؟ إذا بتريدي، أنا ما عم بحكي مع حضرتك، بس تمرضي حضرتك بتروحي لعند دكتور تاني. بيحدد لك العلة بعدين الإيكو، أنا بدي إيكو بعدين العلة. خلص زهرة، حاجة ما عجبك حطي نارك من نارة. إيه نقر جسمنا وما كان ينطق الجوهرة. نمنا ندبر له لدكتور الإيكو جوزين جرابات. مشان شو جرابات؟ لأنه دكتور ما معنا غير 200 ورقة. امسك، هذا جوز جرابات اللي أعطيتني إياه لسه ما لبسته، الجوز الثاني لابسه، راح أبعتك لعند دكتور صاحبي. قل له بعتني لعندك الدكتور مالك شكوحي واكيد ما راح يصدقكم وراح يراعيكم بجوز الجرابات. غوران شو رايك نخلي الدكتور يفحصك؟ اسمه اجا واجا. لا عمي ابو طمسي ما في داعي، خلينا ناخذها لعند دكتور ثاني، هذا حوبي ما بيفهم. لك ما معنا اجره فحصيه لا له ولا لغيره. ولا يهمك امي، اذا لزم الامر بندبر الفحصيه من تحت الارض. لك من فوق الارض ما قدرنا ندبرها، من تحت الارض بدنا ندبرها. كمان انا ما بقدر اشوف هيك قدام عيني هيك مكرسحه وقف مكشوفه اليدين. مين قال لك مكرسحه؟ انشط منك ب10 مرات وجع وبيروح كمان. ايه بس الوجع بده مسكنات. ما عليك انت، انا بدبر حالي. لك شلون بدك تدبري حالي؟ هلا بتشوفوا بس بتخرسوا. شريت دكتور شغل. خلص الدكتور. طمنا الدكتور خير. 60% صرت بقدر طمنكم. التحاليل أكدت إنه ما في شيء من الشغلات اللي كنت خايف منها. شفتوا الدكتور شاطر. وال40% البقيانين؟ ال40% البقيانين على الإيكو. لكان لأنه أيام الدكتور العلامي راحت وراح معها التشخيص الخاطئ، هلأ صاروا عم يعتمدوا على التحاليل وعلى النتائج الملموسة، لأنه هي مو لعبة فوتبول يضرب مندل الواحد. دكتور بدي اسألك سؤال. ولو يا مدام، اتفضلي. ايه في حرمة بعرفها بتقطع القلب مسكينة، ما علة بمفاصلها. علة ايش؟ شو بيعرفني، ركاكي بمصدين على طول بزقزقوا. بيكون عندها نقص بالسائل الزلالي. شو دواها هاي؟ بدها أبر. ايه إذا ما في إزعاج اكتب لنا اياهم على شفة ورقة. بس إذا بشوفها بيكون أحسن حتى أتأكد. مو هون هي هلا. امي ليش خجلاني؟ خلي الدكتور يفحصك، شو عيب الواحد يعني يشكي من مفاصله؟ الله لا يوفقك بجاه الحبيب، ما بتدخلي الا بالوقت المناسب. شو مدام؟ عم تضحك علي؟ طول بالك دكتور، طول بالك. انا ما اضحك عليك، بس ما معي اجار فحصيه. احكي شو، انا وحش ما عندي قلب؟ انا اذا الانسان ما معه مصاري باخذش منه بنوب. شفتي؟ مو وحش بياخذش.
شو ما بتاخذ شو ما بتاخذ. أمس شلحتنا جوزين جرابات 50 ليرة ما سامحتنا. صحيح أخذت جرابات بس رجعت له جوز. رجعت لك ولا ما رجعت لك؟ رجع لي حتى بالعلامة. شوفي مرت عمي. ها على كل ما راح رد وراح أفحصك ببلاش وراح أكتب لك على دواء مسكن. بس من بكرة الصبح بتروحي وبتعملي لي تنظير من كله بد. خلاص باخذ الإبر بدون تنظير. أنا ما بحب اللي بينظروا. لازم نعالج حسب الأصول ونشخص مزبوط. هلأ عم زيزق يا مدام بكرة بتكربجي بنوب. لكن لأنه هي مو لعبة فوتبول يضرب مندل الواحد. ليكو البطلة بتشبهني. لا ما بتشبهك. اشبهت في اقتناء إلى خنطق منطق. ما بتشبهها ولا حقولك معي يا غالي. صعب عنده الراش. لبعد عين طحش طحش فيه طحش فيه. لك شو هالريحة تضربي انتي بالريحة. ليكي ليكي بأحلاها. لك شو عم تعملي؟ بحا عم تفرج على فيلم. شو بالظاهر مطلعين افلام زحطة بالتلفزيون؟ لا فيلم عادي. لك ليش مغطين راسكم بالبطانية؟ لانه الشاشة بيضة والصورة باهتة ما عم نقدر نشوفها اذا ما عتمنا عليها. فيفو اذا ما بدك تتفرج روح اقعد بغرفتك. حاضر. اللي بزوج الله يزيده ويبعت له اللي بيريده واللي بده يتجوز يوقف 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 ويرفع ايده يرفع ايده. شايفه حلوة. فرطي. ممتاز ممتاز. الايكو كله ممتاز. بس يا دكتور الوجع ما عم بيروح. لك اسكت هلا بقول لك طبقيه محوريه. فوق ما عم عذب حالي واجي لعندكم لهون ما عاد بدي اجي بنوب. روحوا دوروا على دكتور. تفضل طول بالك يا دكتور. تفضل ارتاح تفضل ارتاح كله بينحل. خلص زهرة تركيه جري يصطفيني من باب العزاء. ضروري تحطيني قرق من نارو. كمل دكتور. مو مشكلة راح ضل لاحقه حتى اكمشه. شلون يعني دكتور؟ عملنا تحليل شحوم ثلاثية طلع ما في. معناها مو شحوم ولا خلافه. عملنا ايكو انه بحصه طلع مو بحصه. نمشي لقدام منغير الخطه. بدك تخطيط. ايش الشغله تحذير؟ لك حلي عنه بقى. لا مو تحذير بس اذا في شريط مكوبل شلون بدك تعرف من وين مكوبل؟ شلون بدك تلحقه سانتي سانتي حتى تكتشف التوك. والبني ادم نفس الشيء. يعني شو هلا دكتور؟ اعمل لي تخطيط. شو الشغله بيطرى؟ خربت بيتنا انت بالتحليل. شو بعمل بابنك؟ ما في يوم بيجعوا مثل التاني. بدك ياه ينوجع من نفس المحل. عروق موصلة هاي. بعرف انه عروق موصلة مشان هيك لازمني تحاليل. بلا تحاليل ما بيمشي الحال. اصلا انتو لازمكن تحاليل كاملة كل سنة. الف مرض كامل فيكن. مش نعملناها بالعمر مرة نخرب بيتنا. شو مفكرنا قاعدين على بنك؟ عمي انا بطلت. خود مسيك. اعتبر كل الفحوصات تبرع. ما عاد بدي. وهي جوز الجرابات تبعكن. ما عاد بدي اياهن. قال شو؟ قال أنا يا ما عاد بدي. طول بالك دكتور. ما طول بالك. شو رح تساوي؟ شو رح تساوي؟ بدي اغسلهم. تفضلي هادي بدي روح افتح دكان واخلص. طول بالك يا دكتور طول بالك. ما بدك كل هالتعصيب. ها ما عاد بدي طول بالي. شو أنا عم بعلم بالغيب؟ بدي تحاليل حتى أعرف. خلص خلص دكتور لا تأخذنا. لا عتعيديها. خلاص دكتور زرع عبدأني مسيك. ما بدي. روحوا اعملوا فيهم تخطيط وبس يصير معكم بتعطوني. والجرابات؟ بدي امشي حفيان. ما بدي اياهم. شو هاد؟ معقولة في هيك دكتور؟ بس شاطر. تعال في قدام غادة الحقيقي. عدوا لشو تعود بقتوا بالشباك انتو اتركوا مرة اتركوا عينا. حدا نزع لي فطار الروماتيزم الا بسببك. قولي بس بقى. قولي مرت عمي قولي. شوفوا اجتماع عائليها بدون ابو طمزه وبتفهموا علي. ابو طمزه راح على كليه طب الاسنان. اصلا لو رجع ما له حيل يحكي حضرتك. طب بدي قولي لي خير مشان شو جامعتينا هالجامعه الحلوه؟ بديع ما ادري شو علته. واحد اثنين انا طلع معي سائل زلزلي بركبي. لحظه هل عم تقولي يا وتزلزلي آه على زلزلي اللي بتقصديها انتي سائل زلالي ايهيق بالركب. تروحوا قتل شو سأله. خلوني كمل حديثي. وابو طمزي راح على كلية طب الاسنان رح يعنوا عليه تجارب. الله يعلم شو مخبرنا كمان.
والمعنى مرت عمي؟ المعنى انه هذا الدكتور باينته ناجح شحط، لهلا ما عرف شو في مع بديه. ايه بس ما في غيره دكتور، بيجي على البيت ثلاث مرات وبيعمل له للمريض ابره وب 250 ليره. لا تخاف مو شفاء حيوانه. هلا نحن دائما هيك، اللي بيتعامل معنا منيح بنقول عنه حيوان وغشيم. صحيح هو عم يراعينا بالكشفيه، بس خرطنا بالتحاليل، صرنا حاطين شي 1500 ليره تحاليل. ايه بس هي التحاليل بدك تعملها بدك تعملها، لانه حبيبي اولا واخيرا زمن الدكتور العلامه ولا وراح، هلا صاروا عم يعتمدوا على التحاليل وعلى العلامات الملموسه، هذه مو لعبه فوتبول، الواحد يضرب مندل. مظبوط، بس الدكتور الفهمان دغري بيحدد لك التحاليل اللي بده اياها، مو بيقول لك كبل مكوبه. والمقصد؟ المقصد بنحط شويه مصاري زياده وبناخده على دكتور مختص. وانت كمان امي لازم ناخذك على دكتور مختص. انا بدبر حالي باخذ ابا. خلينا ندفع حق الابا. معلش بدبر حالنا منبيع. لك شو بدنا نبيع امي؟ ليش عنا شي نبيعه؟ منبيع التخوت. وعلى شو بدنا ننام؟ على الارض، ما في احلى من نومه الارض، نسينا الارض هلا طول عمرنا بننام على الاراضي. امي الله يرحمها وصفنا مثل اليبرع، ننام روس واجري. وعلى الضو الكاز ترقع لنا الجرابه بالبيضه، فوت بيضه وترقع. ايه اصلا نومة التخت مو مريحة، نومة الارض مريحة كتير، بتمده للظهر مدد بتمده. انا نومة الارض ما بتواتيني، ما بحسن نام غير على تختي. ايه لانك جاي من امنه تردام انت، مو من ام الطنافة. ام الطنافة مو مهدتك كل شوية تنطيلي تهتيني فيها مرت عمي، ما بسمح لك. خلصنا، اذا بعنا تختين بكفي. وبركة دم ما كفوا. انا ما عم يوجعني شيء وبدي نام على تختي، بكرة بس امرض ببيعه. امي انا بالنسبة لي حق تختي بكفي وبيزيد اجار دكتور، بينباع ب 1500 ليرة. عاد وانا ما بدي شيء غير تزيد المفاصل. بكره احكيها بكره، بس وينه هذا؟ وينه؟ شو هو؟ التخت وينه؟ بكره بحكي لك بكره. يا حسرتي عليك يا ابو طمزه، صرت حقل تجارب. ظهري ظهري، ما بدي حليب، ما عاد حبيت الحليب، كله مخلوط. ليالك عم ترفس النعمه وهي عندك. ايه ما قلت لي شلون شفت لي نومه الارض مريحه ما هي؟ مريحه. بيني وبينك نومه الارض مو نومه. لا مو نومي، بس شو بدي ساوي؟ المختص بده فت. خلينا نفت ونصح، احسن ما نفت من غير ما نصح. صباح الخير. صباح النور. النور اهلي، شو شايفك احسن بكتير؟ الحمد لله تسكره، ما في وزع النوم. الحمد لله. طمنا شو صار بدراسه؟ حفروا لي 16 واحد، يمكن قلعوا لي يا 12 يا 16. ايش 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 وشلون زبطوا لك اياهم بقى؟ فتت مع تلميذه اسمها سوسن ابو سنتور، عرفتني على الاستاذ حطني من ذنبه، كان عندهم درس على حفر اسنان، حفروا لي مسك السفلي كلياتهم. حفروا لك السفلي عن بكره ابي؟ من اساسه. معناتها الفطوا لك الفك العلوي كلياته، ما خلوا بتمك ولا سن. طبعا، لانه الدرس اللي بعده منه كان درس تقليع اسنان، ما خلوا سيمه تمي ابدا. منيح لقيتكم مجتمعين، صباح الخير. صباح النور. انت لا ترد احسن، خو تقبرني بدو. هي 2000 ليرة، مهاني دفعت بكل تخت 1000. وشك على الدكتور يلا. نعمة كريم. شفيق قوم روح معي على الدكتور. لا شفيق بده يروح على الشغل، مو ضروري تاخذ معك مرافقة. أنا بروح معه. لا لا لا، أنت مالي مصلحة تروحي معي بنوب، أنت بتحطي نقرك من نقر الدكاترة، قوم شفيق. يلا بخاطركم. مع السلامة. سلامة عمي. الله معكم. احكي لي شو صار معك بهالصفين اللوليش ياتك؟ عم تتمسخري؟ ما بدي احكي لك كثير، انا كل ما بحكي بخرفيني، ان شاء الله بموت يا اخي بدك تبكي فيني، ما تغيرني تبكيني يا رب. اجي سيدي ابو نجيب. شو عامل حتى ماسكينا سيدي؟ هاي مرتي ام نجيب. يعني اذا مرتك ما بتمسكوها سيدي؟ اما اقول لك مرتي ام نجيب ليك روح من مشي احسن ما اعمل لك غربال يا هاني. ها حط اصحابك بالغربال، اصحابك لو بدك غربال. دقي الباب ام نجيب دقي. دق انت، انا اول مره بجي مو حلوه.
لا تصيري غشيمة، أنا ما بعرف دق عن هذا، إذا دقيت بفكروني جاي كبسة، دقي لشوف. طيب. مين هالنواعم اللي جايين هلا؟ أوه 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 ليه إجري ناقصة عليك. مرحبا مدام بوران. أهلين سيدي. جبت لك 100 يمين و100 عظيم، اللي أنا أول مرة بشوفها. معلومي أول مرة بتشوفيها، حرمتي أم نجيب، تفضلي يا أم نجيب. أبو نجيب من زمان حابب يعرفني عليكم. لا تأخذيني، جوزك على طول مصرصعنا، بيطب علينا فجأة بدون تنبي. تصوري يا مدام بوران، إذا كل واحد بدي حذره قبل ما أكبسه، نص الجرائم ما بتنكشف. لا تأخذيني يا أم نجيب، لا تزعلي مني. قولي. إيدي على رأسك، أنتِ مرته عن حقها ولا جايبك طعمنا؟ يخرب بيت قلبك، شو مجروحية يا مدام بوران؟ الواحد بجيب للطعم سمكة صغيرة مع حوت أزرع. يا عليك نكتك بايخة. ست بوران، سمعنا إنه ابنك مرضان، سلامة قلبه، اجينا نطلع عليه. الله يسلمك ويسلم قلبك إلهي، بتشبهي كثير لأبو نجيب، شو ولاد عم أنتو؟ سيدي مرتي ام نجيب، سلمي عليا. اهلين. بدي اصر له شيء بدي. كراسي بقى تروحي قتل. ام نجيب وجوزها جايين يسلموا على بديع ويطمنوا عليه. اذا هيك اهلا وسهلا. اهلين يا زهره. بديع مو هون؟ راح الدكتور هلا بيجي تاخر، بس من الصبح راح. امسكي لك هي 5 كيلو تفاح، قرطوا قرطوا قد ما فيكم منه. صحتك. يسلموا هالايدين، ليش عذبت حالك؟ صحة وانا ما في شيء من واجبكم. تفضلي مدام بوران، الورد للورد. تفضلي تفضلي مدام. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلين اهلين. تفضلوا تفضلوا. امي عيب. شو صار فيكي مدام بوران؟ تفضلوا 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 تفضلوا. اهلين. شكرا. تفضلوا. تفضلوا. اه بدني كله تبخوش اخيكم انا. سيدي والله ما بعرفها سيدي، اول مره بشوفها. شو سيدي مكتوب على جبينها كذابه، يخرب بيتك. شو سلاله وكذابه؟ شو بدك؟ لك شو سلاله وكذابه؟ هاي مرتي ام نجيب. ايه انت ام نجيب؟ ايه. اهلين مرته انت؟ ايه مرته. مبين سيدي حلوه بتشبهها. شكرا زهراء. قهوه. ايه بدي اقول كنت عند الدكتور، طمني شو صار معك. ايه رحت لعنده، كشف علي من اول وجديد وطلب تحاليل. لك كنت ارجي التحاليل اللي معك. ارجعته التحاليل امي، قام قال لي المخبر المحلل فيه جماعته غشمه، هدفني على مخبر تاني. ورحت؟ نعم بدي روح يا حصرتي، خرطني كشفيه 700. شلون 700؟ شو ما في تسعيره؟ قلت له حاسبنا على التسعيره، قام قال لي روح عليك وعلى التسعيره، قال لي انا مو دارس 27 سنه مشان تجي حضرتك جنابك انت والتموين تعملوا علي تسعيره على كيفكم. قال له بجيب لك الشرطه. قلت له قال لي شي بيهوي. انا بفرجي لك اياه. شو بدك بهالعلاقة معه؟ بعدين انت مو سائل على حدا. مدعوم؟ الظاهر. شوف لك واحد ما مدعوم، روح لعنده لفرجي لك يا. يقطع عمره. بس امي هذا فهمان مو مثل هذا. وشو عرفك؟ طالع لي مرضين. شو هالمرضين؟ سلامة قلبك. تسرع بالقلب وشغلة بالكلاوي. سامحك بالمية ليرة؟ لا، أخذ هويتي. شو على كيفه ياخذ الهوية؟ أنا بفرجي. شو بدك بهالعلاقة ابن نجيب؟ الدكتور هو اللي جاب لي الشرطة وهني خلوني حط هويتي عنده. يعني بالقانون. ايدنا قصيرة على القانون. وهلا شو بدنا نعمل؟ فكري بيع السجادة وروح اعمل تحاليل قبل ما يسكر المخبر. يلا قومي ام نجيب. ايه زعلتوا؟ لا ما زعلنا، بس لازم نفز عن السداجة مشان ياخذها بديع ويبيعها. لا بتشربوا القهوة على السداجة وبعدين بتروحوا. لا مدام بوران القهوة ملحوقة، المهم هلا صحة بديع، قومي اتحركي. عمي ام نجيب يا ريت تروح معي. وقت بدي بيع السجادة مش عم يفكروني سارقة. ولا يهمك بديع، اجري على اجرك. تحركي يلا.
ما في شي حدا فيكم بيعرف اسمه لهالدكتور الجديد المختص؟ شو نحن بدنا نناسبه؟ كل شي بنعرفه عنه انه هو دكتور مختص. طالما ابو نجيب معه وعرف انه ما حد رح يسترجي يقرب عليه، شو بدنا؟ لك نحن مالنا خايفين من قطاع الطرق، خايفين بديع يكون صاير له شي. العمى على هالقصة العمى، يتصلوا بهاني مشان بهاني تطمنا. بجوز بهاني فاصل التليفون. صفي معناك يفوت اتسطح شوي على السريرات. لك طول عمرك بتقول تلت، ما اجى على بالك تقول السرير الا وقت صرت تقرض. نعسان وما عم بقدر ركز ولا شيء عم يزعني. نعسان فوت نام جوا بغرفتك. ما بقدر نام على الارض، الارض كثير قاسيه علي. مرحبا. اهلين ابو نجيب. طمنا ابو نجيب، شلونه بدي؟ الدكتور هو شاف التحاليل جن جنونه ودغري بعته على المستشفى. ايه وشو صار؟ ايه طلع معه شي 20 مرض، بس اطمنوا رح يرجع ويكالي مثل ما كان واحسن. ظهري ابو نجيب، حاسه انه بتمك حكي، بدي يصير له شي؟ استقصدوا له الزايده. هلا عمليه الزايده محرزه كل هالهيصه. ايه طولي بالك مدام بوران، عم حاول اتذكرهم بالدور. شو هن؟ كل الشغلات اللي استقصدوا له اياها، الزايده، الطحال، المراره، اللوزات، الاعور، كل الشغلات اللي بيمشي الحال بلاها. لك خلينا نروح لعنده على المستشفى بسرعه. ما في داعي لسه بغرفه العمليات. لا لا ما خلصت العمليه. خلصت، بس خلوا له بطنه مفتوح لحتى تدفعوا لنا اجار العمليه. قديش؟ 100,000. قولي 100,000 منين بدنا نجيب نحن 100,000؟ كان بالاول بده 250,000، بس بعد علاج طويل من ابو نجيب على خود وجيب خود وجيب نزلته من 250,000 لل 100,000، وحلف لي 1000 حلفان على انه ما ربح ولا فرنك براس ماله. واذا ما دفعنا شو رح يصير؟ هددني وقال لي رح خلي بطنه مفتوح. واي لعب باجار العمليه رح كفي استقصاب. انكل ابو نجيب شو صار لهم؟ شو صار لهم؟ سوالهم جلطات بالجمله. شو روح خبر الاسعاف فورا لحتى صفهم بالدور. ولا هاني روح لعند المخرج وقل له سيره المستشفيات مثل سيره الحياه، ما بتخلص معنا للصبح، خلينا ننزل الشارع. مخرج؟ مخرجنا ابو رشا، نزل الشارع والحانه على المستشفى، لانه انا هاني مو حي الله.